السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة جاي لكم فيديو جديد وان شاء الله يا رب يعجبكم، هو ازاي تتخطى حقوق النشر ومجربة بنسبة 100%. انا مجربة شخصيا وبجد كويسة. احنا هنفتح اليوتيوب عادي، نخش في الموضوع على طول، نفتح اليوتيوب عادي بس هنفتحه من متصفح زي الفايرفوكس. تمام، هنطلب من سطح المكتب، ان احنا عايزين نشوفه من سطح المكتب. تمام، هنخش على مقاطع الفيديو. لو تلاحظوا ان انا منزل حاجات اهيت معلهاش حقوق طبع ونشر وكده، وعادي الموضوع عادي. يعني مثلا هنسرش في السيرش، هنكتب مثلا ادعية رمضان مثلا. في أيقونة كده صغيرة اسمها الفلاتر فوق هنا، بنختار منها كرييتيف كومن. كرييتيف كومن دي بتجيب لك الحاجات اللي هي معلهاش حقوق طبع ونشر تبع اليوتيوب. دي بتقدر تحملها عادي وتاخدها عندك على الموبايل وتبتدي ان انت تنزلها تاني من صفحتك مع شوية تعديلات. وكنت شرحت انا في فيديو قبل كده ازاي بتقدر تعدل على الفيديو وازاي بتقدر تعمل صورة، ممكن تخش تشوفوه. لو انت عايز تعرف برضو ازاي تاخده من هنا من على اليوتيوب وتنقله هناك، اكتب لي في تعليق وهشرحه في فيديو جاي ان شاء الله. شكرا يا جماعة، مع السلامة.